وثقه اللاعبين في انفسهم وثقه مجلس الاداره في الجهاز الفني وثقه الجهاز الفني في اللاعبين شيء مهم جدا 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 وواضح جدا جدا. في مفاجآت يوم الجمعه؟ الله اعلم، ما اعرفش. في مفاجآت او مفيش مفاجآت؟ ما اعرفش، حاجه ما اقدرش اتكلم فيها دلوقتي، لكن ممكن جدا نلاقي مفاجاه او مفاجاتين او ثلاثه، ممكن جدا ما نلاقيش ولا مفاجاه، ممكن جدا جدا نلاقي تكتيك معين بيتعمل، ممكن جدا ما نلاقيش تكتيك معين بيتعمل ويلعب بالشكل اللي عايز يلعب بيه هو مستر فايلر. كل ده هنشوفه يوم الجمعه اللي جاي، لكن في مفاجاه او مفيش مفاجاه برضه هنعرفها يوم الجمعه القادم مع بدايه هذه المباراه ومع اعلان التشكيل من خلال قناه النادي الاهلي. دي اول